بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 101: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه، ثم رسله عليهم الصلاة والسلام صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قال الشارح الشيخ محمد خليل الهراس رحمه الله: تعليل أي بيان لصحة مذهب السلف. هذا الكلام توضيح لصحة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولاً وأحسن حديثاً، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل أي الاعتماد إذن في باب الصفات نفياً وإثباتاً على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم خلقه به، وأنه لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون كالجهمية والمعتزلة الذين نفوا أسماء الله وصفاته. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه أن يكون ناقصاً لأحد ثلاثة أسباب. الكلام يكون ناقص لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. هذه أسباب نقصان الكلام، ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة. نصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه. فكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية أي الواقع، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، كلام غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخلو من نقص. كلام غير الرسول لا يسلم من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، لا يصح أن يساوى كلام غيره بكلامه، فضلاً عن أن يعدل عنه أي يمال عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. يجب أن نتمسك بالقرآن العظيم وبأحاديث النبي محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
فسبح نفسه الله عز وجل، سبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين عليهم الصلاة والسلام لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال: تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء. التسبيح التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، فالله تعالى هو العزيز وهو سبحان ربك رب العزة، وهو بدل من الرب قبله، وهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، فالله منزه عن كل نقص وعيب وموصوف بكل كمال وجلال وعظمة جل جلاله. ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل عليهم الصلاة والسلام في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. قوله: والحمد لله رب العالمين، ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال، أي من صفات الكمال وأوصاف الجلال وحميد الأفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فنفى النقائص وأثبت الكمال لما بيّن فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك كله إثباتاً ولا كله نفياً. نبه على ذلك بقوله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، نفي النقائص وإثبات الكمال. واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل، أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء، الله لا مثيل له سبحانه وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، أي لا مثيل له. وقوله: سبحان الله عما يصفون، الله منزه عن النقائص التي وصفه بها المشركون والكفار، الله منزه عن النقائص. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة النعاس والنوم والعبث والباطل، الله منزه عن هذه الأمور كلها، ومنزه عن كل نقص وعيب جل جلاله. ولكن ليس في كتاب الله ولا في السنة نفي محض،
أي نفي خالص، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد به، وإنما يراد بكل نفي فيهما الكتاب والسنة إثبات ما يضاده من الكمال. كل ما نزه الله نفسه عنه فهو موصوف بضد ذلك النقص من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته جل جلاله. وهكذا، ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملاً في أكثر أحواله، لأن الله منزه عن جميع النقائص، بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالحمد لا يكون إلا لمن اتصف بالكمال كله، فالحمد لله الكمال كله لله رب العالمين، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث الدعاء، وفي حديث الدعاء المكروب: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن هناك أسماء لله عز وجل استأثر بها لا يعلمها إلا هو جل جلاله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى جل جلاله. دعاء المكروب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم من أصابه الكرب أن يدعو بهذا الدعاء، في آخره: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دل أن هناك أسماء انفرد الله بعلمها لا يعلمها غيره جل جلاله. قال الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله صفحة 155 155: فصل في ذكر بعض الأدعية الواردة. عباد الله، اغتنموا هذه الأوقات الشريفة وأكثروا فيها من الدعاء، فإن الدعاء له أثر عظيم وموقع جسيم، وهو مخ العبادة، ألا سيما إذا كان بقلب حاضر وصادقا وصادف إخباتا وخشوعا وانكسارا وتضرعا ورقة وخشية واستقبل القبلة حال دعائه. وكن على طهارة وجد التوبة وأكثر من الاستغفار، وبدأ بحمد الله وتنزيهه وتمجيده وتقديسه والثناء عليه وشكره، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ودعا بدعاء مشروع باسم من أسماء الله الحسنى مناسب لمطلوبه،
فإن كان يريد علمًا قال: يا عليم علمني، وإن كان يطلب رحمةً قال: يا رحمن ارحمني، وإن كان يطلب رزقًا قال: يا رزاق ارزقني، ونحو ذلك. ولا يمنع من الدعاء مانع، ولم يمنع من الدعاء مانع كأكل الحرام، فأكل الحرام يمنع إجابة الدعاء: اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. وقطيعة الرحم كذلك، قاطع الرحم لا يستجاب له، نسأل الله السلام. والرحم الأقارب من جهتي الأب والأم، وعقوق الوالدين كذلك يمنع إجابة الدعاء. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الأسباب ويتوب إلى الله عز وجل، وتحري أوقات الإجابة، وأتى بأسبابها، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره والانتهاء عما نهى عنه. فالله أصدق القائلين وأوفى الواعدين، قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. وقال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال أيضا، وقال تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. ومن أوقات إجابة الدعاء إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع ثلث الليل الأخير، من أوقات الإجابة ثلث الليل الأخير، ويوم الجمعة عند صعود الإمام المنبر، أو في آخر ساعة من يومها من يوم الجمعة، وعند الأذان وبين الأذان والإقامة، وعند نزول الغيث المطر، وعند فطر الصائم وعشية عرفة. اللهم بلغنا حج بيتك الحرام بالأمن والإيمان والصحة والسلامة والعافية والقبول. وفي حالة السجود وفي ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر ويسعد بالدعاء بالعتق من النار، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي أدبار الصلوات وفي أدبار النوافل، وعند ختم القرآن، وعند البكاء والخشية من الله جل جلاله. قال بعضهم: قالوا: شروط الدعاء المستجاب لنا عشر، شروط الدعاء المستجاب لنا عشر، بها بشر الداعي بإفلاح: طهارة، وصلاة معهما ندم، وقت خشوع، وحسن الظن يا صاحي، وحل قوت، ولا يدعى بمعصية، واسم يناسب مقرون بإلحاح. فعليكم عباد الله بالاجتهاد بالدعاء، وعليكم بجوامع الدعاء التي تجمع خير الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين رحمهم الله كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم إذا سافر أنه كان يتعوذ من وعثاء السفر، أي شدته وكآبة المنظر والحور بعد الكور، عن الرجوع عن الخير ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال، رواه مسلم. ومما ورد عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت، رواه أبو داود رحمه الله.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رجل: لزمتني هموم وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلت أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت بلى. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب همي وقضى عني ديني. رواه أبو داود. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وقالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبِّت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم، من أن أظلم أو أظلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. رواه أبو داود رحمه الله. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة رحمهم الله. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقاء. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. وعن قطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. رواه الترمذي رحمه الله. وعن شتير بن شكل وعن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه
رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله علمني تعويذًا أتعوذ به؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر عيني. رواه أبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله. وعن أبي اليسر وعن أبي اليسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، ومن الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك من أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك من أن أموت لديغا. رواه أبو داود والنسائي رحمهم الله. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. ومن ذلك ما علمه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألذوا بهذا الجلال والإكرام، أي الزموا هذه وألحوا بها وداوموا عليها. قل: يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا، يا ذا الجلال والإكرام اعف عنا يا رب العالمين. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. متفق عليه. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه، اللهم ارزقني حبك وارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زويت عني أي أخفيت منعتني، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا فيما تحب. رواه الترمذي رحمه الله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعائه داود عليه السلام يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. الحديث رواه الترمذي رحمه الله. وعن أم معبد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رواه البيهقي في الدعاء الكبير، في الدعوات الكبير. وعن عبد الله بن عمرو
رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. رواه البيهقي رحمه الله في الدعوات الكبير. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، يعني أفضل صيغ الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.